كل التحية ليك يا كابتن ايمن شوقي، وارحب بيك طبعا في البدايه، وارحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز مهم ومباراه صعبه وهدف ملغي وامور كتيره جدا هنتكلم طبعا مع كابتن سيد ابو حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبروك يا كابتن سيد، الكره جونه يا كابتن سيد، ويمكن واضحه بشكل كبير جدا، يمكن اللي احنا شفناه على الخطوط، لان حقيقه النادي الاهلي في الهدف بناخد حقنا، عايزين حقنا بس مش عايزين اي حاجه تانية. تقييمك للمباراه ايه؟ ومبارك لك وبارك لكل اللعيبه. الحمد لله طبعا، يعني الحمد لله على الفوز، وفرقه احنا عارفين كويس قوي انها تبقى فرقه يعني من الفرق المنضمه للدوري الحديث بس كمان او الدوري الممتاز، بس عامله فرقه كويسه جدا وعلى المستوى الاداري رائعين جدا. انا بشكرهم اولا على لفته طيبه جدا جدا عملوها في قبل اللقاء، يعني بتدل على كمان على مدى احترامهم وتقديرهم للنادي الاهلي. يعني كان في حاجه كده في الالوان بتاعه التيشيرتات والشورتات، هم كمان رغم ان هم زيهم الاساسي يعني احمر او نبيتي في اسود، وكان احنا الشورت بتاعنا الثاني اسود، فيعني بشكرهم الصراحه كاداره وكجهاز فني، ان كابتن معتز وكابتن هيثم، يعني الناس عملوا لفته في منتهى الروعه. يعني الحمد لله على المكسب، ودي كانت مباراة زي ما قلت، كانت مباراة من المباريات الصعبة ومباراة المهمة في بداية المشوار. بس الهدف، ويمكن بنتكلم على الهدف لان حقيقة النادي الاهلي، انا اكتر واحد كنت اتمنى ان الهدف ده يبقى اوفسايد، اكتر واحد كنت اتمنى الهدف ده يبقى اوفسايد. ليه؟ لان لو الهدف ده سليم 100% لا يبقى في مشكلة مع كابتن محمود دسوقي. كابتن محمود دسوقي ده هو اللي قاعد على الفار، يعني موجود بقاله 4-5 ماتشات، ما اعرفش يعني معانا احنا كل الماتشات، يعني كان معانا في مباراه الاتحاد، كان معانا في مباراه المقاصه برضو اتلغى هدف في مباراه المقاصه، كان هو برضو اللي على الفار. النهارده قاعد على الفار، اتمنى ان الهدف ده ما يكونش صحيح، اتمنى، لان لو الهدف ده صحيح لا يبقى في حاجه مش يعني في حاجه لازم نتساءل عليها. يعني انت في 3 ماتشات بتغلط مرتين في هدفين، طب افرض دلوقتي سيراميكا رجعت في المباراه وانتهى المباراه او انتهت المباراه 1-1، يعني اتمنى ان الهدف، انا اكتر واحد في مصر دلوقتي اتمنى ان الهدف ده يكون تسلل فعلا، لان لو مش تسلل هتبقى فيها مشكله كبيره. يعني محمد شريف في مباراه المقاصه جاب هدف تاني مفيش اي حاجه خالص، وكابتن محمود سوقي وهو قاعد على الفار، ده مش قانون. يعني انا بتكلم ممكن يبقى حته تقديريه حته قانونيه، لا انا بتكلم على رؤيه بقى، على عين كل مصر كلها بتشوف حاجه. اتمنى بس يا رب ان الهدف ده يكون تسلل، لان لو مش تسلل هتبقى الامور صعبه جدا. يعني عندي مشكله في 3 مباريات يعني بيتسبب فيها حكم واحد، يعني انا برضو مش بتاعتي وما بتكلمش فيها، لكن يعني مش منطقي برضو ان انا في 4 مباريات أو 5 مباريات يجي لي نفس الحكم في الفار. يعني في مباراه الاتحاد في اسكندريه، هنا في السويس، ومباراه المقاصه، والمباراه النهارده، حتى كابتن حسام عزب في مباراه دجله. يعني الفار اللي انا افهمه واللي اعرفه واللي الناس كلها عارفاه في العالم كله، لو الحكم عدت عليه حاجه او كان عنده شك في حاجه، يا بيحسب وبعد كده بيتاكد، يا ما بيحسبش وبعد كده بينفذ. ده اللي انا اعرفه. في مباراه وادي دجله كان عندنا ضربه جزاء صحيحه 1000000% لبيكم، لكن على المستوى الشخصي اتمنى ان اكون تسلل، لان هي لو مش تسلل لا يبقى في حاجه مش يعني في حاجه كده، يعني انا مش هبقى مبسوط بيها الصراحه ولا اي حد. انت في مباريتين في نفس الراجل او نفس الحكم اللي قاعد على الفار يغلط في جولين بعد ما بنقعد 5 6 7 دقائق، يعني ما بنقعدش مثلا في ثانيه في لحظه. اتمنى يا رب ان يكون تسلل، اتمنى كده، لان انا كسبت الحمد لله النهارده، لكن لو ما كسبتش النهارده ولا حاجه وكان الحكم وكان الجول ده مؤثر بشكل ان هو مثلا يرجعني في المباراه او يخليني اتعادل، كانت هتبقى مش ظريفه الصراحه. يعني كنا كابتن سيد مكاسب عديده اكيد بالمباراه مع الاهداف ومع طبعا الغاء الهدف، لكن بتشوف المكاسب ايه؟ كهربا مره الماتش الرابع التوالي بيحرز 4 اهداف، محمد شريف بينزل، ولتر بواليا كمان النهارده والدفع بيه في اول مباراه. يمكن الراجل معدي مرحله الانسجام، وان اللعيب لازم ينسجم، راجل ليه رؤيه، اللعيب ده يلعب في الماتش ده يلعب في الماتش ده، وراجل اجاد بشكل كبير جدا. بص يعني هرجع اقول لك برده في حسابات فنيه في اللقاءات، يعني جول بيفتح اللقاء على الاخر، يعني زي ما انت شفت احنا جايبين الجول في الدقيقه 80 تقريبا، يعني جول كهربا في الدقيقه 80، الجول الثاني اللي ما اتحسبش كان في الدقيقه 87 او 88، الجول الثالث في الدقيقه 92. هي المباراة دي كده يعني بتبقى محتاجة، فعشان كده احنا دايما بنتكلم بالراحة ومن غير اي انفعالات ولا هجوم ولا تحميل على حد ولا حاجة خالص، لكن هي الفار بيساعد الناس ان كل واحد ياخد حقه. 2، حسابات الفنية، يعني الحسابات الفنية التفاصيل الصغيرة اللي الناس ما تحسش بيها، التفاصيل دي بتديك بطولة. يعني ممكن تجيب جول من اوت مثلا، تمام، يعني ممكن تجيب جول من كورنر، ممكن تجيب جول من ضربة ثابتة،
مش بيحصل في العالم كله، بتحسم بطولات وانجازات وتاريخ. يعني انت لو تغاضيت على ديت ولا حاجه تمام، فبالتالي ممكن تبقى في تاثير على حقوق الناس يعني. فالمباراه دي كانت محتاجه هدف يفتحها، يفتح اللقاء بشكل كويس. لكن برضه هرجع اقول واثني على اداء سيراميكا كليوباترا، مش قلقين ولا قلقانين ولا راهبين الموقف، بالعكس بيقدموا كره جميله جدا 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 في اطار محترم جدا، مكونين حاجه يعني اعتقد ان هي لو مقصوده على المستوى الاداري تبقى حاجه نموذجيه كمان، ان هم يجيبوا 5 من فريق واحد من مصر المقصه. يعني اعتقد لو هي مقصوده تبقى نموذجيه، ان انت تجيب ناس بدل ما تجيب من كل فيلم اغنيه زي ما بيقول، انت بتجيب 5 عارفين بعض كويس، فاهمين بعض، متجانسين في فرقه واحده، عندهم يعني فكر قريب من بعض من كتر المباريات اللي لعبوها. لو دي مقصوده انا بحييهم على القرار يعني. شكرا كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره.